حمادة جيبها في اللوكيشن عشان يراجع. تعال تعال يا حمادة تعال 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 جيبها اجيبها لكم. ايوه عشان تاخذ رقم على المعامله تراجعها بعد اسبوع. طيب شباب الله يعطيكم العافيه شكرا لك. اصلا يرفع معاملات من زمان حماده إيه؟ سادس معامله هذه يا اخي حرام عليك معطوها ارقام. والله انا عندي في السياره معاملتين لي. هل يصلح حماده للشيخه؟ هل هو يهيئ نفسه؟ والله انا يصلح والله انا اصوت اذا نزل تصويت الشيخه راح اصوت الحماده. او انا من هذا المنبر لو نزل تصويت انا اصوت الحماده. نعم يعني طيب الشيخه متى يفتحون الشباب في الاعداد؟ ترى ما اعطونا توجيه انهم فتحوا تصويت. ما ادري والله. لا قلنا الشيخة هذا الاسبوع لازم تنتهي. ها؟ الاسبوع هذا لازم تنتهي محجوبه. الاسبوع الجاي في شيخة. في الاسبوع الجاي شيخة. اي حسب القرار اللي فهمناه. انا ما ادري متى بينزل عاد اذا حماده عنده معاملات وارقام هو اللي اصبر لا تنتهي حماده يبغى له ساعه لين يوصل. هو بينتهي الحلقه باذن الفجر هو لا لا شوف شوف خلاص جا جا. هل تعلم انه قال الشيخ باذن؟ ها. مو بالشيخ منذر قال اذن راح اذن قال منذر لا راح المسجد قال لا هو انت ما بيأذن. تعال عماد. السلام عليكم. سلام. السلام. السلام النظر. انا اطالب اعلان الشيخه بينزل بعد فوكس. انا اطالب ان فوكس يطالب بالتصويت الحماده. هذا الرجل هو من سيحقق مطالبات الشباب. حياك الله حماده. اهلا وسهلا حياك يا مرحبا. استريح. ابو معيار. اعطني ورقه. ابلغ. سم. وصلت؟ حياك حماده استريح. عطى عطى رقم. طيب فيه تصويت الشيخه بينزل بعد فوكس ان شاء الله في الموقع. اول مره فوكس خلينا نقول يتحيز احنا اليوم متحيزين. هاي فهد صوت لمن يا فهد بتصوت ولا ما انت مصوت؟ والله لا صوت لك. صوت سعيد والله لا صوت الحماده. والله لا صوت الحماده صراحه يوم جلس جاتني طاقه سلبيه. ودي يسلم. ودي يسلم. ايش رايك متسابقين حماده؟ لا متسابقين. ها يعني تكلم على شي يا حماده انتقد المشروع. شلون حماده جالس يتكلم عن الناس كذا؟ لا لا انتقد متسابقين. شلون كيف عزيز جايب ولد عمه ما ادري شو مسوي كيف يعترض واعتراضات والشباب ينزلوا مايكاتهم. كيف الرتب يا اخي طاقتكم سيئه انتم. سيئه والله قاعد تكره الناس يا دفع علبه. طيب صح الله يعطيكم العافيه شباب. الوقت انت واخذنا وقت زياده عشان حماده. الشباب شكرا لكم لانكم مددتوا الوقت اللي اجل حماده ثالث يوم يطالب بالمداخله. وهذه ورقه حماده بتصل للاداره. فوكس الضرب في النسيج المجتمعي. ما خلتوني ابي حق بكره ذي. كاتب كاتب فوكس الضرب. لا صوت كنسل التصويت خلاص خربت يا حماده. اسحب هذه المطالبه. اسحب المطالبات. اسحب اي واحد يصوت الحماده صوت اللي بعد. تفضل يا حماده اسحب. يقول يقول عطى ورق. لا ما اعطيه. عطى ورق. تفضل اللي عليه. خليه كنسل. ولا ما بصوت. ولا ما بصوت. ولا حد بيصوت. تفضل تبغى الشيخه اسحب الماء. سلموني الشيخه. تبغى الشيخه اسحب. يلا اسحب اسحب طال نفس المايك على طول. دوت في القرار. شكرا. بهذه اللحظه حماده يتنازل عن مبادئه. يتنازل عن مطالباته من أجل الشيخة حمادة الذي كان يتشدق دائما بالمهنية. حمادة الذي دائما يطالب بحقوق زملائه من أجل الشيخة. شطب تلبسه الطاقة السلبية. فهد معيان قرأ عليه شيء شيء غريب. كيف تكتب قلم فهد معيان؟ شلون سكريبت كذا؟ ايش البرنامج ذا؟ ايش الشباب اللي ما يقدرون؟ والله العظيم ما ادري شلون والله هذا. الله يعطيك العافيه مشاهدينا الكرام. شكرا.